العبابي مباشرة إلى الكابتن محمد عيع قائد الفريق الهلالي. حبست أنفاس الجماهير الهلالية لآخر الدقائق، ما كان بإمكانكم تخلصونها من بداية الشوط الأول الشوط الثاني؟ والله كان بإمكاننا، بس لكن أول شيء بسم الله كان بإمكاننا، بس لكن تعرف الوحدة ما خاسرين شيء. أعتقد حي فريق الوحدة اللي لعب برجولة معنا، لعب من استهتار، لعب يبغى يفوز، وهذا اللي تعودنا على الكرة السعودية دائما. ما في هناك يمكن شو اقول لك، انه لما يجيك فريق زي الوحده ما له اي شيء يمكن يسلمك المباراه، لا بالعكس، اليوم صارت مباراه حلوه، مباراه يعني صحيح. لك كابتن محمد، الوحده يريد الوصول الى بطوله كاس خادم الحرمين الشريفين في الثمانيه الاوائل. في ثمان مراكز على ما اعتقد، يعني ثمان مراكز يمديها الوحده، ولكن انا احييهم على الروح اللي اليوم لعبوها، وطبعا الحمد لله على الفوز. نبارك البعض، نبارك الرئيس النادي، جماهير النادي اللي زرتنا سوا لليوم واللي هذا، لكن ان شاء الله الجاي ان شاء الله اكبر ان شاء الله، لان مباراه عندنا مع الاتفاق اعتقد انها قويه، مباراه قويه في الرياض. شكرا لك كابتن. شكرا شكرا كابتن محمد الدعي.